مرحبا للجميع. مركز تير أبل مرة تانية امتلأ من جديد، والناس اللي عم تيجي تقدم لجوء بالوقت الحالي عم يرسلون على الفنادق. هلأ يجب على المقاطعات والبلديات توفير 5500 مكان إيواء في غصون 5 أسابيع، وكما قال وزير الدولة إيريك فاندربورغ المنتهية ولايته، يجب توفير 5500 مكان استقبال لطالب اللجوء في غصون 5 أسابيع، وقد يشمل ذلك ملاجئ جديدة أو إبقاء المواقع المؤقتة الحالية مفتوحة لفترة أطول. والأماكن المطلوبة بسرعة هي 5500 مكان إيواء، هدول جزء من تبع 96,000 مكان إيواء اللي أنا من فترة حكيت فيهم سابقا. فأصدقائي، 96,000 مكان إيواء المفروض من المقاطعات والبلديات توفير هذه الأماكن، فهلأ حاليا مطلوب 5500 مكان وبشكل سريع أصدقائي. تمام، وهون الخبر. هلأ أصدقائي قبل ما أنهي الفيديو، كيف الواحد بيقدم؟ إجاني كتير تعليقات بهذا الموضوع، كيف واحد يقدم على الإقامة الدائمة؟ طبعا أنا يلي أنا متذكره، الواحد يعبي فورمولير عن طريق الـ END، بتفوتوا على الـ END في فورمولير لازم يكون معك، يعني هو بتعبي بياناتك الشخصية، وفي لازم يكون عندك الإعفاء من الإمبورخرينج أو تكون حاصل على الامبورخرينج. شو هو الامبورخرينج؟ يلي ما بيعرف شو هو، هو انك انت حصلت على شهادة اللغة، بس واحد يخلص مدرسة فلازم يكون اخذ يا الاعفاء يا اما الامبورخرينج. هذا الاعفاء او الامبورخرينج بعد ما الديو بتبعت لك شو اسمه الرد، فانت هاي الرسالة بتحطها بالفورمولير تبع تقديم الطلب على الإقامة الدائمة وترسله وبتستنى الرد. تمام أصدقائي، أنا على حد علمي هيك الواحد بيقدم على الإقامة الدائمة، فورمولير تعبي بياناتك الشخصية ولازم يكون معك يا الامبورخرينج يا الإعفاء وبترسله للإيندي. فأصدقائي هلأ لهون خلص الفيديو، أكيد رح أشوفكم بفيديو تاني إن شاء الله. رح أذكر 3 أسماء كالعادة أصدقائي مثل ما وعدتكم. كل تحية لإلون عبير قاسم وإيهاب ونور نور، كل تحية لإلون لكل المتابعين أكيد. وإذا أول مرة بتشوفنا لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، وتصبحون على ألف خير حبايبي.